ده أفضل حامل للموبايل أنا اشتريته. أنا اشتريت أشكال وأنواع كتير، كلهم كانوا فاشلين. ده أحسن حامل أنا جبته للموبايل. الحامل ده على شكل إيد بتعمل أوكي. عن طريق الحامل ده هنقدر نتفرج من الموبايل على حاجات بدون ما نستخدم إيدينا. الحامل ده ألوانه كتيرة جدا وجذابة، كل ألوانه جذابة، متين جدا ومناسب لأي جهاز، سهل الحمل. الحامل ممكن يتحط في أي مكان الواحد عاوز يحطه فيه ويستخدمه، عملي جدا وسعره مناسب. الحامل الواحد سعره 10 جنيه وكنت جايباه من وسط البلد. بيتحط فيه أي جهاز موبايل بالطول أو بالعرض، تقدري تتنقلي بيه في أي مكان وتستخدميه. شكله أنيق وجذاب ومش هياخد مكان. يا نهار أبيض يا نهار أبيض، الحامل دخل على القناة عندي وقاعد بيتفرج على فيديو وبيقول لكم لايك وكومنت سبسكرايب. لو انت قاعد على المدرج اليمين حط لايك، ولو انت قاعد على المدرج الشمال حط كومنت، ولو انت قاعد من بيتكم بتتفرج اشترك. لحسن ام شنب اللي ورا دي في الشاشة هتقتلكم، واسمها اللوكا، واتفرج على الحلاوة حلاوة، ده فيديو نجاوة نجاوة، اتفرج على الحلاوة حلاوة، ده فيديو نجاوة نجاوة، ده فيديو المساحة الذاتية. يعني ايه ذاتية؟ يعني ايه بتعصر نفسها بنفسها. الفيديو ده من اكتر الفيديوهات عندي مشاهدة على القناة، خشوا اتفرجوا عليه شئتم ام ابيتم، ماشي، وحطوا لايك واعملوا كومنت واشتركوا. باي. حطوا لايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حطوا لايك. ايه، ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.